ورمه، ولكن بالتزام الجميع أيضا بالتدابير والإجراءات اللازمة، وذلك عملا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تأمر بالمحافظة على الحياة الإنسانية. وقد بين علماؤنا أن الجماعة مقصد تكميلي، وأن الحفاظ على الأنفس مقصد ضروري. هذا ولا بد من الحرص الشديد، أقول ولا بد من الحرص الشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية، واللجوء إلى الله بالدعاء والضراعة والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخيرات والمبرات، والله ولي القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.